لم يعد مخفياً على أحد حجم الخلافات بين التيار الوطني الحر وحزب الله، والتي تجلت بالمواقف الحادة للرئيس ميشيل عون أولاً، وما تلاها وسبقها من تصريحات لرئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل. ما بيروح حزب وحده على يفصل خلاف مثل هيدا لوحده. فيما التزم الحزب الصمت وعدم الرد حتى أنه بادر إلى زيارة الرئيس عون في خطوة جريئة. الزيارة قام بها رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد إلى جانب النائبين علي عمار وحسن فضل الله، بهدف إطلاع الرئيس عون على الأوضاع الميدانية الدقيقة والموضوعية ولشرح رؤية الحزب. خط الاتصال القائم بيننا وبين فخامة الرئيس الجنرال ميشيل عون هو خط دائم ومستمر، ولكن نتائج هذا اللقاء لا يعلم أحد كيف ستتم ترجمتها بحسب المصادر. فكيف ينظر الطرفين إلى مستقبل العلاقة مع شريكه؟ لنبدأ بالتيار الوطني الحر. برأيي الزيارة أتت متأخرة، لأنه بعد 5 أشهر من أحداث غزة وأحداث الجنوب اللبناني كان مفروض هذه الجولات تصير على الحلفاء، أكان الرئيس عون الوزير جبران باسيل والحلفاء السنة أو من غير الطوائف، لأنه اللي عم بيصير بالجنوب هي حرب جدية على لبنان، فنحن كنا بحاجة لوضعهم بالجو، أخذ آرائهم، ومثل ما صار بحرب تموز بال 2006 يكون في وحدة بالساحة الداخلية قبل ما نفتش على وحدات بالساحات الأطنية. مصادر نيابية من الحزب ترى من أجواء اللقاء أن الجنرال كان حريصاً على الاستماع بتمعن إلى الظروف التي دفعت الحزب للدخول في المعركة، وذكره الوفد بالمواقف التي تسجل له بدعمه ومساندته للحزب في أحلك الظروف. وعند هذه العبارة توقفت مصادر في التيار الوطني الحر في حديث إلى سبوتشوت للتصويب على الحزب بالقول: من هيك عن كل استحاء بيقفوا حدنا، غامزاً من ناحية ترك حزب الله للتيار في استحقاقات سياسية كثيرة. ويرى المصدر العوني أن شيئاً لم يتغير في العلاقة بعد اللقاء، وأن الهدف من الزيارة تبرير الجمهور، فالحديث اقتصر مع الرئيس عون على العموميات. ويختصر المصدر بالقول: طلعوا يتصوروا. المشكلة الأساسية هي أنه مثل ما نحن نتفهم ونفهم أولويات حزب الله، نطلب من حزب الله أنه كمان يتفهم أولوياتنا، وهي أولويات وطنية وليست أولويات تخص التيار الوطني الحر أو تخص المسيحيين، اللي هي الشراكة الدور لجميع المكونات. المسيحيين اللي عم نحس أنه في تهميش لدورهم، أكان بغياب رئيس الجمهورية، التعيينات بالفئة الأولى، التعيينات بغياب الوزراء من دون قرار وزير. بدي اليوم يعني هذه الرسالة وجهها لحزب الله، أنه المسيحيين عم بيحسوا وكأنه نحن عم نستنسخ، أو حزب الله يستنسخ التجربة السورية ما بين 90 وال 2005، حين كانت عنجر تعين النواب والوزراء عن المسيحيين وترشح رؤساء الجمهورية. فهل هيدا النموذج الذي يريد حزب الله أن يقدمه لللبنانيين وللمسيحيين خصوصا؟ وفق مصادر الحزب النيابية، فليس المطلوب أن يكون الفريقان متفقان على كافة النقاط، حيث تم في اللقاء التفاهم على تميز كل فريق وفق ما يتناسب مع ظروفه. وكشفت المصادر أن الأيام المقبلة قد تشهد الاتفاق على نقاط التقاء وليس على مسار كامل، كما سنشهد على خطوات طريح الطرفين. ومن المرجح عقد لقاء مع النائب باسيل لأنه رئيس التيار الوطني الحر. فهل من المتوقع أن نشهد اتفاق مرمخايل 2 ولكن بتوقيع باسيل بدلا من عون؟ شاركونا تعليقاتكم.